فريون 410، هنتكلم على 4 نقط مهمين جدا يخصوا موضوع الفريون ده. اول نقطة، هو ليه لما باجي بشحن اي دايرة بفريون 410 ايه لازم تكون عملية الشحن في صورة سائل وليس غاز، يعني لازم الاسطوانة دي تبقى مقلوبة. دي اول نقطة. النقطة التانية، لما باجي اشحن بفريون 410 هل هي نفس ضغوط فريون 22؟ هنقول عليه. طب هل درجة غليان 410 هي نفس درجة غليان 22؟ هنشوف. النقطة الرابعة، دلوقتي انت هتشحن سائل، يعني انت دلوقتي اتكلمنا احنا في المحاضرة اللي فاتت وقلنا ما ينفعش ان الضاغط يجيله سائل او قطرات سائل من المبخر. دلوقتي انت عايز تشحن في صورة سائل، يعني انت هتدخل سائل للضغط بفريون 410. هنجاوب برضو على السؤال ده. اول حاجة، عملية الشحن سائل، اقدر اقول لك ان فريون 410 ايه هو خليط من عدة فريونات، من فريون R32 وR125، وبيتم شحنه في صورة سائل. طب ليه مش بشحنه في صورة غاز؟ لما انا بشحنه في صورة سائل وانا قالب الاسطوانة، بضمن ان الفريون اللي هيطلع 50% R32 و50% 125، زي ما احنا شايفين كده التركيب الكيميائي بتاعه 50% 50%، الكلام دوت لو انا بطلعه سائل. طب انا بقى لو هو هيطلع غاز، يعني الاسطوانة في الوضع العادل، يعني السائل تحت والغاز فوق، هنخلي بالنا ان فريون 32 وفريون 125 ده ليه كثافة وده ليه كثافة في حالته هو بخار. فدلوقتي المفروض ان 2 غاز هنا بس، منهم الخفيف هيبقى فوق والتقيل هو اللي هيبقى تحت، وبالتالي لما اجي افتح المحبس واطلع غاز مركب التبريد، اللي هيطلع لي الاول هو الفريون الاقل كثافة، وبالتالي لما اجي اشحن الدايرة مش هتبقى 50% 50%، ممكن يبقى الفريون ده اكتر، مثلا ده 70% وده 30%، انا مش عارف احكمها. فعشان كده لازم الفريونات الجديدة اللي هي البدايل، اللي هي بتبقى خليط من عدة فريونات، لازم تشحن في صورة سائل. نيجي بقى لتاني نقطة، لما باجي اشحن بفريون 410 هي نفس الضغوط بتاعت الفريون 22؟ لا، بقول لك ان فريون 410 ايه ده الضغوط بتاعته بتبقى عالية، بتبقى اكتر بنسبة 60% من الضغوط لما اجي اقارنها فريون 22. فريون 22 لو انا شحنت بدايرة بلاقي ان الضغط المنخفض بتاعه من 55 ل 65 في دايرة التبريد، اما في ناحية الضغط العالي بلاقيه من 160 ل 180. مرة اطلع البوصة مربعة او بي اس اي. نيجي نبص بقى في فريون 410 ايه الضغط المنخفض، هنلاقيه من 120 ل 130، ده شوف ايه من 55 ل 65، لا ده من 120 ل 130، ومتوسط 125 بي اس اي. اما في ناحية الضغط العالي 350 ل 370، اطلع على البوصة مربعة، يعني ضغوط 410 ايه اكبر بنسبة 60% من ضغوط فريون 22. دي بالنسبة للضغوط. طيب بقى بالنسبة لدرجة غليان، هل درجة غليان ده زي ده؟ لا، درجة غليان 410 ايه عند سالب 51.6 عند الضغط الجوي، اما فريون 22 واحنا خدناها قبل كده سالب 40.8. يعني درجة غليانه اقل من درجة غليان 22، وده طبعا مهم. انا في مركب التبريد الافضل ان انا الاقي ان درجة غليانه قليل والاقي ان الحرارة الكامنة بتاعته اعلى، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه في الفريونات. نيجي بقى لاخر سؤال واهم سؤال، بيقول لي ليه لا يوجد تأثير ضار على الضغط وهو يعمل اثناء شحن الدائرة بسائل 410؟ احنا قلنا الفترة اللي فاتت وقلنا لما كنا بنيجي مركب التبريد يطلع من المبخر لازم يكون في صورة بخار، عشان لو في قطرات من السائل لو دخلت على الضغط تعمل لي كسر في غلوف السحب والطرد. ده انت دلوقتي بتقول لي اشحن سائل مركب تبريد، انا هشحن سائل اه بس الفريون 410 ايه خواصه هتجبرني اللي مش هيحصل مشاكل في الضغط. نفهم بقى الموضوع ده ازاي. اولا، ضغط الفريون 410 ايه داخل الاسطوانة بيبقى ضغط عالي جدا،
وبمجرد خروجه من صمام الاسطوانة للخرطوم الوصل بالضغط بيلاقي ان الضغط امامه منخفض جدا، وبالتالي بيحدث له غليان وبيتحول من سائل لبخار، وبالتالي دخوله الى صمام السحب بالضغط بيكون في صورة بخار فقط وليس سائل. دوت عشان ايه؟ تبعا لخواص مركب التبريد R410A من حيث الضغط ونقطة الغليان تجعله يتبخر عند دخوله للضغط فورا. لو عندي جهاز تكييف مشحون بمركب تبريد 410A واتفاجئت ان انا عندي نقصان في شحنة مركب التبريد، هل انا اكمل الشحنة الناقصة واعوضها بشحنة جديدة، ولا الافضل ان انا اعمل تفريغ تام واعمل اشحن من اول وجديد؟ طبعا بالنسبة لدوائر التبريد اللي بتشحن ب 410A طبعا يفضل لان اعمل تفريغ تام للدائرة من الفريون ومن الهواء وابدأ اشحن من اول وجديد. ليه؟ لان مركب التبريد 410A هو مخلوط من مائعين، من مركبين تبريد، ما انا معرفش الشحنة اللي جوه فيها مين اكبر من مين، يبقى افضل لنا اطلع الشحنة كلها وافرغ الدائرة وابدأ اشحنها بسائل مركب تبريد 410A من جديد. وطبعا بشحن على اساس الضغوط اللي احنا اتكلمنا عليها الخاصة بفريون 410A. بكده نقوم خلصنا نقطة النهاردة اللي احنا بنتكلم فيها على فريون 410A. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.